العالم يتغير، تحديات غير مسبوقة، الحياة أصبحت مختلفة، التكيف أصبح ضرورة، ولكن لكل تحد حل. في الجامعة العربية المفتوحة ومنذ إنشائها عام 2002 على يد سمو الأمير طلال بن عبد العزيز رحمه الله، ومن خلال نظامنا للتعليم الإلكتروني الرقمي، نحن دوماً مستعدون لمجابهة التحديات والظروف الاستثنائية لنضمن تعليماً عالي الجودة للجميع، وذلك بفضل منصتنا الخاصة بتكنولوجيا التعلم عن بعد، والتي تتيح التعلم في أي وقت ومن أي مكان، لأن العلم جزء من التكيف، سنواصل مسيرة التعليم.